من داخل إحدى المكتبات. تعالوا نشوف كده مع بعض إزاي الناس بتستمتع بالقراية في فصل الصيف، إزاي الناس بتحب يكون معاها كتابها أوقات على البحر في المصيف، وقد إيه بجد القراية على البحر أحيانا بتكون ممتعة ومسلية، وبجد تبص تلاقي نفسك كده بتعدي ورقة ورا ورقة ورا ورقة وأنت مش حاسس. تعالوا نشوف مع بعض كده التقرير ونرجع نبتدي حلقتنا مع حضراتكم على طول. طبعا ببقى حريصه جدا، خصوصا مثلا على البحر بحب اقرا كتب اللايت. الاجازه بالنسبه لي بتبقى القراءه فيها بتبقى سهله يعني على عكس الدراسه. طبعا واخد هدف في حياتي ان انا ما في السنه تعدي غير لما اقرا فيها مثلا كتابين على الاقل. يعني لو انا في البيت مرتاح مثلا بحب ان انا مثلا اقرا حاجه عن الجرائم الالغاز كده يعني، ولو انا بره بحب مثلا حاجات حياتيه كده زي عمر طاهر والحاجات دي. لو انا بحب مثلا كتب الجرايم والسسبنس وكده هبقى حريصه جدا وهيبقى الموضوع بالنسبه لي شيق قوي. زي الدكتور احمد خالد مصطفى وعمر عبد الحميد، في مثلا من بره شين كوفي اللي كتب كتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه. لو انا بالنسبه لي حتى مترجته في دماغي كذا كتاب شيق او كذا كتاب انا مش داله، اكيد هسيب وقت كبير قوي اللي انا اقرا فيه كتب. يعني عاده في السفريات يعني ببقى عندي وقت في الاخر، حتى في اخر اليوم خالص بالليل، فبحب ابقى معايا كتاب دايما جنبي كده افتحه اقرا فيه شويه كده حتى قبل ما انام. بس بيبقى مثلا ممكن بعد مثلا ما اقضي وقت على الشاطئ شويه، فمثلا ممكن اقعد مثلا في شويه وقت كده، ولما بالليل بقى في الاخر في اخر اليوم ساعتها برضو بدي لنفسي مساحه شويه لقراءه الكتب. بص خلينا نتفق ان هو موضوع ان يبقى كتب موجوده جنب القارئ او موجوده في مكان الكتب المركز السياحيه ده بيبقى شيء ايجابي جدا. يعني هنلاقي مثلا في الغردقه في بعض الشواطئ بتبقى مخصصه مكان للكتب، ده ليه؟ لان في الاجانب بيحبوا دايما ان هم يقراوا حتى لو هم في الاجازه بتاعتهم، فان احنا نخلي كل الاماكن السياحيه فيها اماكن للقراءه ده بيبقى شيء لطيف جدا. يعني طبعا بيختلف حسب ذوق القارئ نفسه، في ناس بتحب الكتب مثلا اللي هي تبقى اللايت، تبقى على البحر، يبقى حاجه خفيفه ان هو يخش بيها عالم مثلا سريع كده يقرا قراءه بسيطه، في ناس بتحب القراءه متعمقه اكتر هيقرا حاجات مثلا تنميه، في ناس هتحب القراءه رومانسيه. طبعا هو بيختلف حسب المود بتاع القارئ نفسه، بس بشكل عام يعني بتبقى الكتب اللي هي الخفيفه اللايت هي تبقى اكتر حاجه في الاماكن السياحيه ممكن ان هو يقراها ويخلصها بسرعه. لما نعمل المعارض دي للناس اللي هي بعيد شويه عن القاهره ده بيوصل لهم الكتب، بتبقى سهله بالنسبه لهم، يقدروا يشوفوا انواع كتب مختلفه، غير طبعا لو في حمل اكتر بيبقى معرض القاهره بس، فبيضطر ان هو يسافر في المعرض في شهر واحد بس عشان يجي يقرا، فاحنا لازم نقرب له، لازم ان احنا يبقى عنده برضو. ده بيبقى شيء ايجابي لو في مكتبات كتير تفتح في الاماكن دي، ده بيخلي ان القراءه تبقى اسهل للناس يعني.